منطقة طورطا الفلاحية شمال مدينة الدخلة تتواجد هذه الوحدة لتربية النعام وتثمين منتوجاته، والتي أنشئت قبل 10 سنوات وتعد الثانية من نوعها بالمغرب بعد وحدة تربية النعام بتمارة. هذه الفصيلة من الطيور تحمل عائدات اقتصادية ومنافع صحية كبيرة بلحمها وبيضها وريشها وحتى جلودها. تربية النعام بمدينة الدخلة سعي من رد الاعتبار لهذا الطائر وعودته إلى موطنه الأصلي بعد غياب امتد عدة سنوات من أجل الاستفاد من لحمه وجلده وريشه. من الطيور اللي ما كتطيرش، ينتمي للصنف أو سلالة الطيور التي لا تستطيع الطيران. نعم، هو الكبير في هذه الفصيلة هذه من ناحية القامة، من ناحية الحجم. القامة ديالو تقريبا كتوصل ما بين 2 متر ونص حتى 3 متر. الوزن تقريبا يوصل الاقصى وزن كيوصل 150 كيلو غرام. النعام كيتربى على اساس باش نستافدوا من اللحم ديالو، من الجلد، من الريش، من العظام، من داك الزهم، من البيض، من داك الكوكي ديال البيض. يعني في عده منافع، عده مزايا. بالنسبه للحم هو اللي كيتستهلك بالدرجه الاولى، هو اللي كيشكل اعلى يعني هو اللي كيشكل واحد الوزن، اعلى وزن من مجمل وزن الطائر. بالنسبة للجلد هو اللي كيشكل أعلى قيمة بالنسبة للثمن، يعني كيشكل يعني ملي كناخدو الثمن ديال الطير كنلقاو بأن الجلد ديالو هو اللي كيشكل أكبر قيمة فيه. بالنسبة كذلك من المنتجات له هو الزهم، اللي هو داك الشحم ديال النعام. الشحم ديال النعامة ولا الزهم كيتستخدم في عدة مجالات، على 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 رأسها مجال الطب، وخصوصا في الطب البديل، معروف منذ القدم. الناس كيداوا به من أمراض البرد، الروماتيزم، آلام الظهر، المفاصل وما إلى ذلك. وحاليا كيتستخدم في مراهم طبية صيدلانية. كذلك من المنتجات ألا وهو البيض. البيض غالبية البيض يتم تفقيسه داخل الضيعة لإعادة تكاثر القطيع. غير ذلك كاين البيض غير المخصب أو البيض غير الملقح اللي كيدار في أعمال الديكور وكيدار في أعمال الصناعة التقليدية ولا الصناعة الحديثة. كذلك من المنتجات اللي هو الريش. الريش غالبية الريش يدخل في إطار الصناعة، صناعة المفروشات أو الأثاث المنزلية بصفة عامة. كذلك كيدار في أعمال الديكوراسيون وكيدار في الدراما وفي السينما. الكثير من الناس ما كيعرفوش شنو هو النعام، وما كيعرفوش، ما كيحاولوش يميزوا مثلا ما بين الأنثى وما بين الذكر ديال النعام. الذكر كيكون عنده الريش كحل كامل، وكيكون عنده لو بيك غوز إلى جونب غوز. بالنسبة لافوميل كتكون شوية يعني واحد اللون اللي هو مغاير للون الأسود اللي هو شهب. بالنسبه للنعام كيعيش تقريبا حوالي 6 عام حتى 7 عام، هذه في حاله اللي كانت ظروف جيده، ظروف ملائمه ليه. وتختلف انواع النعام بين اسود وازرق واحمر الرقبه، لكن النوع الاصلي بهذه الجهه هو احمر الرقبه، بينما النوع الاسهل في التربيه والغزير التكاثر هو اسود الرقبه. يبلغ عدد البيض في مرحله 9 اشهر 40 بيضه، تبلغ نسبه التفريخ والتفقيس 76%، ويستعمل زيت النعام في علاج أمراض الروماتيزم، كما تصنع منه مراهم لمحاربة التجاعيد، بينما يوجه جلده لتصنيع الأحذية الفاخرة وبعض الملابس. النعامة كتبدأ بوضع البيض عن واحد العمر ديال 3 سنين أو 3 سنين ونص، هذا هو وضع البيض عندها، يعني بداية وضع البيض. بالنسبة للبيض كاين واحد الفصل في كل عام، تقريبا كيمتد 9 شهور في كل عام، بداية شهر 1 وكينتهي في شهر 9، هذا هو فصل البيض عند النعام في العالم كله. ملي كيدخل هذا الفصل هذا كيبدا النعام بوضع البيض. كل نعامة من بعد 3 سنين ونص قلنا كتبدا بوضع البيض. يمكن لها تستمر في وضع البيض على كتوصل تقريبا واحد العمر ديال 20 سنة أو 25 سنة، من بعدها يمكن لها تبقى عايشة، ولكن كتوقف إنتاج البيض. بالنسبة للنعام العمر المثالي ديال الذبح اللي يمكن لنا نستافدو من اللحم ديالو ما بين 9 شهور إلى 16 شهر. غالبا ملي كيفوت 16 شهر اللحم تاعو ما تلاش يبقى بديك التراوه اللي كان عليها، لهذا ما يفضل الذبح ديال النعام في اقل من 16 شهر، كما قلنا ما بين 9 شهور الى 16 شهر. بالنسبه للبيض، البيض اما يستعمل للتفقيس، قلنا يعني لاعاده التكاثر،
ومن غير ذلك كاين هناك البيض غير المخصب الذي يستخدم في الديكور. وبالنسبه للبيض اللي يستخدم في اعاده التكاثر يمكن يكون تكاثر طبيعي، واللي يمكن يكون تكاثر عن طريق حضانه اللي تكون حضانه اصطناعيه. بالنسبه للحضانه الاصطناعيه كنقوموا حنا بجمع البيض من عند النعام بشكل يومي تقريبا، يعني في كل موسم ديال البيض كنقوموا بجمع البيض. غالبيه النعامات اللي كيبيضوا يبيضوا في واحد الوقت من بعد تقريبا 3 ديال العشيه، كل نعام كتبيض البيض اللي هو عنده، وحنا كنقوموا بجمع البيض بشكل يومي. من بعد جمع البيض كيتم جمع البيض ويعني كنوضعوه داخل واحد المكان مخصص ليه اللي هو تكون غرفه نقيه يعني ذات مواصفات اللي يحتاج هذاك البيض. ومن بعد واحد الفتره تقريبا ديال 24 ساعه يتم جمع ذاك البيض اللي كان في ديك الغرفه وكندخلوه الحاضنه كتحضن عليه عوض حضانه النعامه. الحضانه تستمر في الحاضنه تقريبا 40 يوم الى 42 يوم، وفي بعض الحالات تكون اكثر من 42 يوم، تقريبا 43 يوم 45 يوم على حسب شكل البيض. مثلا كانت البيضه صغيره كتفوت اكثر من البيضه اللي هي كبيره، نظرا الا كانت البيضه صغيره كتكون الحجم تاعها قوي ويكون القشره ديال البيض عندها واحد السمك اللي هو اكبر من السمك الثاني، من السمك ديال حجم البيضة اللي هي كبيرة. بالنسبة لنا احنا كنختاروا واحد النوع، يعني واحد الحجم ديال البيض وواحد الوزن ديال البيض اللي يكون اللي هو يكون مزيان لينا باش يكون كيكون قابل للتفريخ، ويكون الوزن تاعو تقريبا ما بين كيلو و 350 غرام الى كيلو و 750 غرام. هذا هو الحجم المثالي بالنسبة لنا اللي يتم اللي كنستخدموه باش يفقس. المميزات ديالو انه اللحم غني بالحديد، غني بالبروتينات، خالي من الدهون، شبه خالي من الدهون ومن الكوليسترول، وهذا اللي كيجعلوا اللحم ذا جوده عاليه، اللحم راقي. للاسف الشديد الناس ما عندهمش اقبال على اللحم، وما عندناش في المغرب حاليا ثقافه ديال استهلاك اللحم العام. تثمين وتربيه النعام اصبح يفرض نفسه كعامل اقتصادي مكمل من رفع الانتاجيه والسعي نحو الانتقال به الى الانتاج، فتحمل مكاسب مهمه من تم استثمارها على النحو الافضل.